معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بك أستاذ عماد، كيف تقرأ آخر التطورات في غزة بعد مجزرة النصيرات وأيضا بعد استقالة جانس من حكومة الحرب الإسرائيلية؟ مساء الخير، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. استقالة جانس كانت متوقعة بطبيعة الحال، هو حدد موعدا لها يوم 8 يونيو، أجلها يوم الأمس، كان يفترض أن يخرج بنفسه، لكنه قال أنه لا يريد أن يفسد فرحة الإسرائيليين بما اعتبره نصرا بتحرير 4 أسرى، ونفذ خطته اليوم. وهو خبر مزعج لنتنياهو على المستوى الشخصي والائتلافي، لأنه يهز حكومة نتنياهو ويعزلها أكثر وأكثر. لكن مهم جدا ونحن نتناقش ونحن نبحث كعرب في مسألة تأثيرات هذه الاستقالة، أن ندرك أنه لا يوجد فارق كبير أو خطير بين ما يمثله نتنياهو بن شبير وموتريتش وبقية المتطرفين وبين ما يمثله جانس. ربما يكون جانس أكثر اعتدالا نسبيا، لكن هو يؤمن بكل ما يؤمن به نتنياهو، هو لا يريد دولة فلسطينية ولا يؤمن بها. هو يختلف في الطريقة فقط، في الطريقة التي هو يريد أن يعني ويوقت بايدن أو هدنة بايدن، لكن على أمل أنه ستأتي أوقات يستطيع فيها أن يستأنف القتال مرة أخرى، لكن بطريقة تناسب المصالح الأمريكية وتناسب حتى التفكير بعض يعني قد ترضي بعض العرب. وبالتالي من المهم أن ندرك الفروقات المهمة، لكنه في كل الأحوال هو صدع جديد في حكومة نتنياهو. طبعا نتنياهو، هل هذا الصدع من الممكن أن يؤدي إلى انهيار الحكومة؟ نظريا لا، لسبب بسيط، أن نتنياهو يتمتع ب 64 مقعد في الكنيسة، بفرق 4 مقاعد، وده عدد كبير. كما تعلم في سنوات طويلة كانت الحكومة تقوم على فارق صوت واحد، صحيح، 61 مقابل 59 أو 62 في أفضل الأحوال. وحينما كان يتوفى شخص أو يعني يغضب أثناء التصويت كانت الحكومة تنهار. وبالتالي هذا الـ 64 ما زالوا موجودين، لكن هناك محاولات. يعني لو أخذنا الموضوع على زاوية أكبر، هناك جهد أمريكي مع المعارضة الإسرائيلية، خصوصا جانس إيزنكوت، يائير لبيد، وبقية ما يسمى بالوسط أو يسار الوسط، لمحاولة إسقاط نتنياهو أو أن يتخلص نتنياهو من المتطرفين ويعتمد على مظلة الدعم القادمة من الوسط واليسار. ونتنياهو لا يريد ذلك بطبيعة الحال، هو يدرك أنه إذا فعل هذا الأمر فربما يتم الإطاحة به لاحقا. وبالتالي أغلب الظن أنه قد يقبل مرحليا هدنة بايدن، لكن بتفسير نتنياهو نفسه، وهو أننا سنقبل حتى نفرج عن الرهائن ثم نعود للقتال مرة أخرى، خصوصا بعد أن ما حدث في مجزرة النصيرات. مجزرة النصيرات هي أحد الأدلة الكاشفة على طريقة التفكير الإسرائيلي. ماذا تقول لنا هذه المجزرة؟ أن نتنياهو وجيشه يمكنه أن يقتل ويصيب 600 شخص مقابل أن يحرر 4 أسرى ويقتل له ضابط كبير في هذه العملية. وبالتالي إذا كان فعل ذلك علنا وبمباركة من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية، فهذا يبين لنا أن مقتل 36,000 شخص أو أكثر وإصابة أكثر من 83,000 على ما أظن في آخر إحصائية، يعني أنه ده قابل للاستمرار وقابل للتوسع بدون أن يكلف نتنياهو أو إسرائيل ثمنا فعليا حقيقيا. نعم، هناك إدانات من بعض المنظمات الدولية، لكن كل ذلك على الأرض غير مؤثر. الذي يحدث، الطريقة التي تم بها أمس وما أشيع أو ما ترد من مسؤولة أممية واضحة، السيدة البنيز قالت أن الإسرائيليين استعانوا بشاحنات مساعدات إنسانية وتخفوا فيها حتى يداهموا الأسرى في المنزل الذي اقتحموه في عملية الأمس. وهذه العملية طبعا التي أدانتها مصر بأشد العبارات ما حدث في النصيرات، يعني مصر وتحركاتها لا تتوقف أبدا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. برأيك أستاذ عماد، يعني كيف حافظت مصر على مدار هذه الأزمة على ثوابتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأيضا مع الحفاظ على أمنها القومي؟ مصر من اللحظة الأولى ظهر 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة موقفها ثابت لم يتغير، حتى في التفاصيل.
يعني هناك تطابق كبير بين وجهتي النظرة الرسمية والشعبية في مصر. كانت المواقف المصرية للأمانة منطلقة من الثوابت المصرية القديمة وليست فقط الخاصة بالحكومة الحالية أو الدولة المصرية الراهنة. الثوابت المصرية كانت باختصار شديد رفض الاحتلال، يعني حل الدولتين هو الأساس، الانسحاب الإسرائيلي، وقف العنف الإسرائيلي. لما جت 7 أكتوبر مصر أدانت العدوان الإسرائيلي، طلبت بانسحاب إسرائيل، تهدئة تقود إلى هدنة، هدنة تقود إلى يعني إعمار غزة ثم البحث في سوريا. وأضاف ثابت آخر وهو عدم التهجير القسري للفلسطينيين. نعم ونجحت في مصر، يحسب لها أنها المواقف المصرية نجحت في حج، يعني أولا ما أعلنته من خط أن التهجير خط أحمر، استطاعت أن تقنع الولايات المتحدة بخطورة التهجير، وتمكنت مصر حتى هذه اللحظة من الضغط على إسرائيل وعدم التهجير. صحيح أن إسرائيل يعني مارست أقصى درجات العنف ضد الفلسطينيين والعدوانية وجعلت معظمهم نازحين، لكن لم تتمكن من تهجيرهم، وهي فعلت كل المستحيل. لكن صمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري الصامد أفشل المخطط الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. وبالتالي هذا موقف ليس غريب عن مصر، وإنما يشير كل الفرقاء الفلسطينيين على اختلاف ألوانهم، فهو إشارة إلى أن الموقف المصري لم يتغير. حتى بالمناسبة حينما اتهمت إسرائيل مصر بأنها كانت تغير أو تمثل أنها غيرت في بعض بنود الاتفاق، وهو طبعا أمر نفسه مصر، فالمعنى أساسا اللي وصل إسرائيل أن مصر ليست وسيطا بالمفهوم التقليدي لكنها تنحاز للشعب الفلسطيني، هي وسيط بمعنى أن لها علاقة مع إسرائيل فتستطيع أن تنقل وجهات النظر الفلسطينية، تستطيع أن تؤثر على الفلسطينيين. نعم. في النهاية مصر منحازة قلبا وقالبا إلى حقوق المشروع للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشرق.